هذه المرتبة فقد جمع الله لك كل الخيرات. احنا عندنا في الاسلام اللي بياخد منزلة بتشد كل المنازل. يعني واحد مثلا بيقيم الليل دي منزلة، معناها ايه؟ بيصلي الفجر، بيتهجد، بيعمل عمرة بعد صلاة الفجر، بيصلي الضحى. المنزلة بتشد كل المنازل، والمنزلة السيئة برضو بتشد معاها كل المنازل. فمن كان غافلا عن الله يغفل لسانه وقلبه وبدنه وجوارحه ونظره عن الله. اللوحة الثانية، ابحث عن منزلة. لازلت أبحث معكم. ذهب الذاكرون بالخير كله، يعني خدوا كل حاجة. ذهب الذاكرون بالخير كله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أهل المساجد منزلة، اللي هم عمار المساجد يعني. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من هم أفضل المساجد منزلة يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله. من هم أفضل الحجاج منزلة يا رسول الله؟ 5 مليون بيحجوا، من أفضل، من رقم 1 و2 و3؟ فقال الذاكرون الله. من أفضل المجاهدين منزلة يا رسول الله؟ فقال الذاكرون الله. من أفضل العبادة أو العباد منزلة يا رسول الله؟ فقال الذاكرون الله عز وجل. كلام واضح جدا، أنك عندما تحافظ على منزلة، تتمسك بهذه المنزلة، فإن هذه المنزلة تجعلك بعيدا عن المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هابه الليل أن يقيمه، يعني قيام الليل صعب عليه، من هابه الليل أن يقيمه وهابه النهار أن يصومه، مش عارف يواصل الصيام، وهابه الجهاد أن يجاهد في سبيل الله، وهابه الحج أن يحج، يعني كل حاجة حلوة عايز يعملها مش عارف لضيق ذات اليد أو لضعف الهمة أو لقلة العزيمة، البديل إيه يا رسول الله؟ فقال ذكر الله. يعوضك عن كل المنازل الأخرى، ويجمع لك ذكر المنازل الأخرى، بيعمل لك كما يقول شيخ الإسلام، بيعمل لك تعويض للدرجات الناقصة. في الكنترول بقى في الجامعة والمدارس بيعمل درجات رأفة، ذكر الله بيديك الرأفة من الله سبحانه وتعالى.